السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. كيف يقوم الاحتلال بتغيير ديموغرافيا وتاريخ ومعالم القدس المحتلة؟ ما مخططاته الاستيطانية في الشيخ جراح وسلوان؟ وما الخطر الذي يشكله التخلص من الأحياء الواقعة خارج الجدار الفاصل على ديموغرافيا المدينة المقدسة؟ وفي زهرة المدائن الدكتورة سماح جبر، كاتبة ومؤلفة مقدسية متميزة، كما تتابعون في ذاكرة فلسطين لهذا اليوم الهجرة اليهودية لفلسطين عام 48 و900 و1000. ألتقيكم بعد فاصل قصير. صحبة في الله كانت لم تنل منها العساكر في سماء القدس طائر في سماء القدس طائر في خبايا القلب ساهر سبلت عيناه ذكرى قلبت أحلى الدفاتر في سماء القدس طائر صامد لو غلقت من حوله كل المعابر بين سجان ووغد حاصر واثق بالله أن الدهر قلاب ودائر وبأن الصبح آت في يدي حر وثائر في سماء القدس طائر. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين. في إطار سياسة التطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال الصهيوني في القدس المحتلة بغرض إحكام مخططاته الرامية لاستكمال الحزام الاستيطاني حول البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك من جهتي الجنوب والشمال، صادقت المحكمة العليا الصهيونية مؤخرا على مشروع الاستيطان في الشيخ جراح بالقدس، وذلك من خلال رفض الاستئناف الذي تقدمت به عوائل فلسطينية على قرار مصادرة أراضيهم. في السياق ذاته صادق الكنيسة على مشروع قانون يسمح ببناء وحدات استيطانية في منطقة الحديقة الوطنية في سلوان. فإلى أين تسير الأمور على الصعيد الديموغرافي والجغرافي والاستيطان الذي يحاول أن يلتهم الديموغرافيا الفلسطينية وكذلك الجغرافيا والتاريخ والحضارة الممتدة منذ مئات السنوات؟ هذا الموضوع نناقشه مع ضيفين كريمين، هما الأستاذ فراس القواسمي باحث في مركز رؤية للتنمية السياسية. أهلا وسهلا فيك أستاذ فراس معنا في هذه الحلقة. كما يسعدني أن أرحب بضيفي من القدس مباشرة الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس ومدير مركز العمل المجتمعي في البلدة القديمة بالقدس. أهلا وسهلا فيك دكتور معنا عبر سكايب. أهلا فيك، حياك الله. اسمح لي أن نذهب إلى مشاهدة هذا التقرير ثم نعود للنقاش، فابقوا معنا. تتسارع عمليات التهويد في القدس المحتلة، حيث يجري تزوير للتاريخ والآثار والمعالم في المدينة. فالحفريات التي يقوم بها الكيان الصهيوني وصلت مستوى عال جدا، ومستوى الحفريات تحت المسجد الأقصى المبارك وصل لنحو 90 مترا، إضافة إلى وجود نفقين عميقين، واحد يبدأ من جنوب سلوان والثاني من شمال باب المغاربة، إلى جانب جدار الفصل العنصري الذي أصبح يقطع أوصال المدن الفلسطينية، بل ويقطع المدينة الواحدة في كثير من الأحيان. الاحتلال الصهيوني الآن يمارس مذبحة حضارية بكل ما تعني المفردات بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى. الآن عشرات الأنفاق
تقوم بها حكومة الاحتلال تحت المسجد الأقصى من أجل تقويضه وتدميره. الآن مئات القطع الأثرية تم سرقتها من مدينة القدس والمسجد الأقصى ووضعها وتزويرها وحرفها عن مسارها إنجاز التعبير ووضعها في متاحف عالمية ومتاحف صهيونية ويدعوا أنها آثار تلمودية صهيونية. هذه الحفريات تسببت في شقوق وتصدعات ببناء المسجد الأقصى، وحذر المتابعون من السياحة الدينية التي تشرف عليها جمعيات صهيونية مدفوعة الثمن، والتي قالوا إنها تقتصر على السياح اليهود، إذ يسمح للمئات منهم يوميا بالدخول إلى المسجد الأقصى المبارك والتجول في باحاته بهدف التطبيع مع العرب وإيجاد مكان هناك لإقامة صلواتهم الدينية. أصدرت الحكومة الإسرائيلية كثير من القرارات للتضييق على السكان، مثل قرارات سحب الهويات المقدسية وقرارات منع السفر للأسرى المحررين وأهالي الأسرى المحررين وأهالي الأسرى المبعدين، وأيضا هنالك قرارات الهدم البيوت ومصادرة الأراضي والكثير من القرارات. وفي العام 2019 خلال الشهر الماضي فقط كان هنالك ما يزيد عن 2600 مقتحم للمسجد الأقصى ويزيد عن 15 منزل تم هدمهم. وعلى صعيد السكان، ترفض سلطات الاحتلال منح تراخيص البناء لأهل المدينة، وكذلك تطبق عليهم قانون منع لم الشمل بين المقدسيين، إضافة إلى بناء 19 مستوطنة في القدس الكبرى لتلتف حول الأحياء المقدسية بهدف تغيير معالم المدينة، حيث ما بين 54 و57 ألف مبنى يعود للفلسطينيين هدمهم الاحتلال في القدس كأكبر عملية تطهير عرقي في التاريخ. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين، ورحب مرة أخرى بضيفي الكريمين الأستاذ فراس القواسمي الباحث في مركز رؤية للتنمية السياسية، وكذلك بالدكتور منير نسيبة أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس. أهلا وسهلا فيك أستاذ فراس معنا في هذه الحلقة. اسمح لي أسأل في البداية وكمدخل لحديثنا، عندما نتحدث عن تهويد المدينة المقدسة من مختلف الجوانب لابد أن نتساءل عن طبيعة المشروع الاستيطاني وأهم سماته في هذه المدينة على وجه التحديد، حتى نبدأ بالحديث بشكل متدرج عن الاستيطان الذي حصل بها وإلى أين وصلت الأمور حتى الآن. بداية شكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة. طبعا المشروع الاستيطاني في مدينة القدس له حقيقة سمات مختلفة عن طبيعة المشروع الاستيطاني في باقي الضفة الغربية على عدة مستويات. أولا على مستوى الأهمية طبعا، وهنا نتحدث على المستوى الديني، نتحدث على المستوى التاريخي، ونتحدث كذلك على المستوى المكان الجيوسياسي لمدينة القدس. على المستوى الديني طبعا، في الموروث الديني اليهودي مدينة القدس لها أهمية بالغة. مثلا إحدى المقولات الموروثة في إحدى المقولات التي تردد دائما في الموروث الديني، مثلا شلت يميني إن نسيتك يا أورشليم، فهي ركيزة أساسية في الموروث الديني اليهودي على المستوى التاريخي وكذلك على المستوى الديني. كلاهما بعد مجيء مثلا بعد خروج المسيحية اليهودية كان هناك قناعة بأنه حتى يعود المسيح الثاني يجب أن يذهب اليهود إلى فلسطين، ويجب أن يكون هناك دولة اسمها إسرائيل، ويجب أن تكون العاصمة هي القدس أو أورشليم كما يسموها. فإذا لها طابع ديني، أهمية دينية وأهمية تاريخية، وبالطبع يعني من أهم سماتها يعني أو ما يميز مدينة القدس هي الأهمية كذلك الجيوسياسية كونها في قلب فلسطين. فهذه يعني أعتقد أهم السمات التي تميزها. في جانب الاستيطان كذلك أعتقد الجانب الديموغرافي، يعني طبيعة المشروع الاستيطاني في القدس ممكن إذا يعني أردنا أن نعطيه أولوية، بالدرجة الأولى هو مشروع يعني طبيعة المشروع الاستيطاني هو مشروع ديموغرافي، بمعنى الاحتلال يسعى دائما إلى إيجاد أغلبية يهودية في مدينة القدس وأقلية عربية فلسطينية في مدينة القدس، على خلاف مثلا المشروع الاستيطاني في مدينة في باقي مدن الضفة الغربية. نعم الجانب الديموغرافي مهم، ولكن العامل الأول المهم في باقي أراضي الضفة الغربية هو الجانب
الجغرافي. يعني سريعا مثلا سنتحدث في هذه التفاصيل لو سمحت لي بعد أن أطرح سؤالا على الدكتور منير معي. دكتور، من المعروف أن مدينة القدس تواجه منذ سنوات طويلة ما يسمى بالمخطط الشامل، والذي يستهدف الجغرافيا والتاريخ والديموغرافيا وكافة الجوانب الحياتية والتي تمس حياة الإنسان الفلسطيني بشكل مباشر. وهذا طبعا كما تعرف ليس هو فوق الأرض فقط كما يرى المشاهد، وإنما حتى تحت الأرض يستهدف الأقصى. السؤال الآن عن طبيعة هذا المخطط، وإلى أي مرحلة وصل الاحتلال الصهيوني في تنفيذ المخطط الشامل؟ شكرا لك على السؤال. في الحقيقة أنا بدي أرجع للوراء شوية في التاريخ، من 48، من حرب 48 والنكبة. خلال فترة النكبة استولت إسرائيل على غربي من مدينة القدس والقرى المحيطة فيها، وفي هذيك المرحلة فعليا هجرت إسرائيل جميع السكان الفلسطينيين من القدس الغربية، وتقريبا الغالبية العظمى من سكان القرى المحيطة في القدس. فعليا ما ضل إلا قريتين من القرى اللي كانت في المنطقة الغربية للقدس بعد النكبة، وغيرهم ما ضل قرى أخرى من 40 أو 38 قرية اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت. فبالتالي القدس الغربية في الوقت الحالي هي أحياء يهودية بالكامل، ما فيش فيها فلسطينيين. بعد احتلال 67 احتلت دولة الاحتلال القدس الشرقية، وبعد هذا الاحتلال بدأت بعنصرين لتغيير الديموغرافيا. العنصر الأول هو الاستيطان اللي حضرتكم والتقرير حكى عنه، ويمكن هاي الحلقة هذا أحد موضوع مهم فيها. ولكن الطريقة الثانية هي تهجير السكان، اللي بدأ كمان في سنة 67 بشكل مستمر ولا زال مستمرا حتى هذا اليوم. الأداة الرئيسية اللي بيستخدمها الاحتلال الإسرائيلي في تهجير السكان هي القانون. يعني يسن المحتل الإسرائيلي قوانين عنصرية تستهدف بالمقام الأول الفلسطيني. مثلا الفلسطيني بعد الاحتلال أصبح فقط مقيم في القدس، ومنذ الاحتلال حتى اليوم طورت دولة الاحتلال القانون اللي من خلاله ممكن إلغاء إقامة الفلسطيني. هذا السياسة معروفة شعبيا باسم سحب الهويات، وبالتالي سحبت وألغت إقامات حوالي 15 ألف مقدسي من 67 لليوم. كمان القانون يحدد طريقة تمرير صفة المقيم لأبناء المقدسي. فكثير من أبناء المقدسيين لا يتمتعون بصفة المقيم، وبالتالي ليس لهم الحق الإقامة في القدس. بعضهم مقيمين في القدس بشكل فعلي، في تقدير أنه 10,000 طفل فلسطيني مقدسي غير مسجلين، فهم موجودين بشكل فعلي ولكنهم غير مسجلين. هذا التقدير طبعا ما بيقدرش أنه يكون شامل وأنه يعد جميع الأطفال، لأنه في كتير أطفال ببساطة ما حدش عدهم، ولكن هذا هو التقدير. وكمان في مشاكل خاصة بالأزواج، إذا تزوج المقدسي من حدا من الضفة الغربية أو غزة، بالإضافة لكمان 4 دول عربية منها العراق وسوريا ولبنان بالإضافة لإيران، المقدسي ما بيقدر أنه يعيش مع شريك حياته في القدس بسبب القوانين العنصرية الإسرائيلية. كمان في سياسة هدم المنازل اللي هي نتيجة عن التخطيط المدينة المميز، اللي هون نقدر نربط كمان مع الاستيطان. لما بلدية القدس تخطط مدينة القدس، هي بتخططها اللي هو التخطيط الحضري للمدينة بشكل يشجع الاستيطان اليهودي في المدينة، بكبر الأحياء اليهودية فقط في المدينة، وتقريبا يثبت لأكبر قدر ممكن من قدرة الفلسطينيين على بناء بيت بشكل
مسموح فيه من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. إذن هذه إذن دكتور مجموعة من الإجراءات لتهويد هذه المدينة، وأعتقد أن كثيرا من هذه الإجراءات يحتاج إلى مزيد من التفصيل. ودعني أستفيض قليلا مع ضيفي هنا ومعك في مسألة الاستيطان كأداة من أدوات التهويد التي تفضلت بالحديث عنها. والاستيطان أستاذ فراس أخذ سياقا زمنيا وسياقا مكانيا، ولم يأتي وليد اللحظة. يعني هل من إيضاح لهذه المسألة ما هو السياق الزماني والمكاني لموضوع الاستيطان في مدينة القدس لترسيخ هذه الإجراءات التي يتفضل بها الدكتور وتهويد المدينة بشكل فعلي؟ لابد من وجود على الأرض، وهذا ما كان. نعم، بخصوص السياق المكاني، طبعا أنها يعني كان الاستيطان في مدينة القدس هو جزء من الاستيطان الموجود في الضفة الغربية، وكما ذكرت أن الاستيطان في القدس كان له سمات متميزة أو تتميز عن الاستيطان في باقي الضفة. ولكن بخصوص السياق الزماني، هناك بعض النقاط التي أعتقد من المهمة ممكن نربطها بما قال الدكتور منير قبل قليل. حقيقة بعد عام 1967 الاحتلال في مدينة القدس بدأ يعمل ضمن ثلاث استراتيجيات واضحة، وبالمناسبة هذه الاستراتيجيات هي التي تحدد ملامح المشروع الاستيطاني في مدينة القدس إلى هذه اللحظة. من أهم هذه الاستراتيجيات أو الاستراتيجيات الثلاث هي أولا أن يكون هناك الطوق الأول داخل البلدة القديمة، بحيث يعني كان تطبيق ذلك عمليا أنه هدم حارة المغاربة وحارة الشرف، وقام الحي اليهودي قام بطرد ما يقارب 6000 فلسطيني في تلك المنطقة، واستبدلهم بما يقارب إلى 3500 إلى 400 ألف إلى 400 إلى 4000 يهودي. هذا على الطوق الأول، كان يسمى طوق البلدة القديمة. الطوق الثاني كان داخل حدود بلدية القدس. بالمناسبة الأردن كانت يعني تحكم الضفة الغربية من عام 1948 إلى عام 1967، كانت حدود البلدية اللي هي البلدة القديمة والمسجد الأقصى هي جزء منها، كانت حدود هذه البلدية 6.5 كيلو. ولكن عندما جاء الاحتلال في عام 1967، من أولى الخطوات التي قام بعملها هو توسيع حدود البلدية من 6.5 كيلو إلى 70 كيلو، إلى 71 كيلو متر مربع. وبالتالي كان هذا الطوق الثاني الذي عمل عليه الاحتلال في حدود البلدية هذه. قام الاحتلال ببناء منذ تلك اللحظة، بدأ ببناء 11 مستوطنة، طبعا يعني تختلف زمانيا، ولكن كان واضح جدا أننا نريد أن نبني حزام يحمي مدينة القدس بالنسبة لهم، طبعا على اعتبار أنها العاصمة الأبدية لهم. هذه الاستراتيجية الثانية. الاستراتيجية الثالثة وكانت طبعا أخطر، كانت أكبر من البلدية، من حدود بلدية القدس، ما سمي الآن أو ما يسمى بمشروع القدس، بمخطط مشروع القدس الكبرى. أهم سمات ممكن أتحدث عن هذا المشروع لاحقا. إذنك الشباب يعرضوا الخريطة هنا، تمام. خارطة نعم، أعتقد يعني تتحدث الخريطة. عن هذا الموضوع، تفضل. نعم. أهم سمات هذا المشروع، مشروع القدس الكبرى، أنه يسيطر على ما يقارب 10% من أراضي الضفة الغربية. من أهم سماته أيضا أنه يحتوي على العديد من المشاريع الاستيطانية في داخل المشروع القدس الكبرى. من أهم سماته أنه يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، فيعني سيصبح إحنا يعني بالمناسبة هذا الأمر تقريبا يعني تحقق، يعني أو معظمه تحقق، يعني من تبعات هذا الأمر أن لا يكون أي تواصل جغرافي بين المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية في مدينة في الضفة الغربية. من تبعاته أيضا هو أن يقوم بربط الجانب الساحلي للبحر، يعني مثلا حيفا ويافا، يربط هذه المناطق من المناطق الساحلية مع غور الأردن، بحيث أن تكون مدينة القدس أو محافظة القدس هذا المكان هو ممر آمن للاحتلال. طبعا هذا من أهم المشاريع الذي يعمل عليه. بالمناسبة متى من المقرر أن ينتهي من هذا المخطط؟ الاحتلال طبعا في عام يعني هذه الأطواق الثلاثة وضع استراتيجيتها بعد عام 1967، وبدأ يعني يعمل على تحقيق هذه الاستراتيجية. الآن إذا نظرنا، طبعا لأنه يحتوي على الكثير من التفاصيل، نعم، ولكن إذا نظرنا الآن إلى سمات هذا المشروع ومواصفاته كما هو مخطط له، نستطيع أن نقول أنه على وشك أن يتم أو على أنه تم هذا المشروع. لأنه على سبيل المثال جدار الفصل العنصري بني على حدود مشروع القدس الكبرى، فهذا رسخ وجود مشروع القدس الكبرى بتبعاته طبعا.
السلبية على المواطن الفلسطيني. أشكرك أستاذ فراس. نعم. دكتور منير، يتزامن مع هذا الاستيطان وهذه الإجراءات كما هو واضح محاولة اقتلاع الفلسطيني من بيته وأرضه بكثير من القوانين التي أقرتها المحاكم الصهيونية والتي يحتكم إليها الفلسطينيون المقدسيون عندما يتعرضون لهذا الظلم، وبالتالي تحكم هذه المحاكم لصالح يعني الصهاينة. والمشكلة أن هذا الاقتلاع الذي كان يتم بشكل غير قانوني أصبح يتم الآن بغطاء قانوني من خلال المحاكم التي يستأنف فيها المقدسي ثم يرد الاستئناف، وهكذا أصبحنا أمام مشهد جديد ولكنه مشرع عن هذه المرة. ما مخاطر هذا على المقدسيين؟ الخطر ضخم جدا على المقدسيين. فعلا اللي حضرتك تفضلت فيه دقيق جدا. السلطات الاحتلال بمختلف أذرعها بتبدأ بعدد من الإجراءات. هذه الإجراءات بيقوم الفلسطينيين باستئنافها في المحاكم وبالاعتراض عليها، وفي كثير من المحلات بيخسر الفلسطيني وبيصير الإجراء قانون. يعني بدي أضرب مثال إذا سمحت، إلغاء الإقامة مثلا في بعد انتخابات سنة 2006 كان في ثلاثة مقدسيين من حركة حماس اللي فازوا في الانتخابات وصاروا جزء من المجلس التشريعي وزائد وزير لشؤون القدس. في فور انتهاء الانتخابات قررت سلطات الاحتلال، يعني بالتحديد وزارة الداخلية، إلغاء إقاماتهم بسبب ذريعة جديدة ما سمعناش فيها قبل هداك اليوم، اسمها عدم الولاء، أنه ألغيت إقاماتهم بسبب عدم الولاء لدولة إسرائيل. طبعا هذا كان إشي غريب ومستهجن. إسرائيل دولة احتلال، إحنا أصلا مش مواطنين في الدولة، إحنا مجرد مقيمين حسب ما هم بيعرفونا، إحنا مجرد مقيمين، بالتالي الولاء مش متوقع من أي واحد مقيم، أكيد مش متوقع من شعب موجود تحت الاحتلال الدولة. النواب والوزير اعترضوا في المحكمة العليا الإسرائيلية وطلبوا أنه يتم إلغاء هذا القرار، لأنه أصلا في القانون الإسرائيلي ما كان فيه أي تبرير لإلغاء الإقامة بناء على عدم الولاء. المحكمة طولت في إصدار قرار في هذا الأمر لمدة 11 سنة، وفي نهاية ال 11 سنة في سنة 2017 قررت المحكمة أنه فعلا كان هذا الإجراء غير قانوني، ومع ذلك أبقت على نتيجته اللي هو إلغاء الإقامة، وقالت للحكومة أنه إذا بتحبوا بتقدروا أنكم تصدروا قانون من الكنيسة، من البرلمان الإسرائيلي، اللي بيقر أو بسمح بإلغاء الإقامات بناء على عدم الولاء. وطبعا هذا الأمر فيش أسهل منه في الكنيسة اليمين اللي موجود اليوم. فعلا راحت المحكمة وبظرف 6 أشهر فقط نجحت باستصدار قانون جديد يقر بإلغاء الإقامات بسبب عدم الولاء لدولة إسرائيل، وأصبح هذا القانون نافذا، وهلأ بيقدروا أنه يسحبوا إقامة أي فلسطيني بناء على هذه الحجة. هاي مثال. المثال الآخر اللي ممكن أضربه لحضرتك كمان وللمشاهدين هو الإجراءات العقابية. السلطات الاحتلال تهدم منازل أو تغلق تشمع منازل لأشخاص تتهم أحد أفراد أسرتهم بأنه بن حسين قام بعمل إرهابي ضد الدولة. طبعا هذا الاشي فقط بيصير على الفلسطينيين، يعني مش ممكن تيجي على شخص اسرائيلي او يهودي خلينا نقول وتهدم بيته بسبب اي عمل قام فيه واحد من افراد الاسرة. ولكن بالنسبة للفلسطينيين شمعت مثلا اسرائيل بيت امرأة بسبب اتهام ابنها برمي حجر على سيارة ادى الى وفاة السائق مثلا، وقامت بهدم منازل عدد برضه من الفلسطينيين بسبب اتهام أبنائهم بأعمال اللي بتخل بالأمن، مع العلم أنه جزء من أنه سلطات الاحتلال قامت بإعدام هدول الأشخاص ميدانيا في المكان اللي حصل فيه العمل. بالتالي هذا بنسميه هدم المنازل العقابي، انك بتعاقب شخص على، وبنسميه كمان عقوبات جماعيه، انها تعاقب اشخاص على عمل اصلا هم لم يقوموا به. واذا بتلاحظ
كل مرة أو بكثير حالات سلطات الاحتلال تتذرع بالأمن، وتكون النتيجة هي التهجير وطرد المقدسي والفلسطيني، والمقدسي بالتحديد طبعا والفلسطيني كمان، من بيته واقتلاعه من أرضه. نعم، أرجو أن تبقى معي يا دكتور. أستاذ فراس، كنا نتحدث عن مخطط القدس الكبرى الذي نشاهد الآن الخارطة الخاصة به. نعم. وهذا المخطط في مراحله طبعا، الصورة الثانية لو سمحتم هذه. نعم. أعتقد أن واضح أن حدود المخطط يعني تلتهم كثير من المناطق كما أشرت. نعم. في محاولة لترسيخ واقع جديد. نعم، يعني هناك بعض التعليقات صراحة على هذه الخريطة المهمة. نعم. نلاحظ أنه من الناحية الشرقية باللون الأزرق هذه كتلة معلي أدوميم، وهي تحتوي على 5 مستوطنات. فقام الاحتلال يعني ضمن هذا المشروع، مشروع القدس الكبرى، هذه بؤر يعني؟ نعم، من الناحية الشرقية. نعم، كل اللون الأزرق هي بؤر استيطانية. نلاحظ أنه أنا أتحدث عن الناحية الشرقية للخارطة. نعم. الناحية الشرقية. نعم. لمدينة القدس هذه معلي أدوميم. نلاحظ أن هناك هذه الكتلة تحتوي على 5 مستوطنات أساسية، يعيش فيها ما يقارب من 40 إلى 50 ألف مستوطن إسرائيلي. فحاصر الاحتلال من الناحية الشرقية مدينة القدس بهذه الكتلة، أما من الناحية الشمالية باللون الأزرق من الناحية الشمالية نلاحظ أنه حاصر مدينة القدس بكتلة جذعات زئيف، وكذلك أيضا من الناحية الجنوبية نلاحظ باللون الأزرق اللي هو قريب للأسفل. نعم. قريب لبيت لحم نلاحظ أنه أيضا حاصر مدينة القدس بكتلة عصيون، غوش عصيون. وغوش عصيون بالمناسبة هي من أكبر المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية، فيها يعني كتلة غوش عصيون هي كتلة تحتوي على 14 مستوطنة في داخلها، يعيش فيها ما يقارب 14 عفوا يعيش فيها ما يقارب 70 ألف مستوطن إسرائيلي. نعم. إذن هكذا تبدو الأوضاع. اسمح لي أسألك في دلالة الأرقام والإحصائيات. نعم. بعد أن أنتقل بسؤال أخير للدكتور منير حتى لا أطيل. نعم. عليه دكتور منير، هناك جوهرة في مدينة القدس وهي البلدة القديمة بكل ما تحتوي هذه البلدة من قيمة دينية ومقدسات، وكذلك قدرة على الصمود وحماية هذا المسجد الأقصى المبارك الذي يعد مكانا مقدسا بالنسبة لكل المسلمين في العالم. هناك عملية اختراق واضحة وكبيرة تتم في هذه البلدة بكثير من الإجراءات، وجزء منها التسريبات وشراء المنازل وما إلى ذلك. ما مخاطر هذا وكيف يتم التصدي له باعتقادكم؟ شكرا. يعني يمكن رسالة مهمة بحب أقولها، أنه التسريبات هي أقل الإجراءات خطورة. الفلسطينيين بشكل عام في عندهم وعي أنه ما بيبيعوا أرضهم لمستعمر ولمستوطن ولشخص يرغب باقتلاعهم من أرضهم، فهذا إن حصل فهو يحصل بالنادر جدا، وهو ليس العام. ولكن كمان بقدر أحكي هون انه اغلب الاقتلاع من بيوت الفلسطينيين هو بصير بناء على برضه اجراءات اللي تستند الى القانون الاسرائيلي. مثلا القانون الاسرائيلي يسمح لاي يهودي انه يطلب انه يسترجع الملكية مثلا اللي كانت لليهود قبل 48 في القدس الشرقية. هذا طبعا مع العلم انه لا يسمح للفلسطيني انه يطالب بملكيته في القدس الغربية او في اي مكان في المناطق اللي استولت عليها اسرائيل سنة 48. مثال ثاني على قانون يستخدم هو قانون املاك الغائبين. كل لاجئ فلسطيني خرج من بيته بتتمكن سلطات الاحتلال من السيطرة على هذا العقار واستخدامه وبيعه حتى بنهاية المطاف لمستوطنين، وهذا فعلا اللي شفناه بيحصل في عدة مناطق في القدس. فقانون أملاك الغائبين هو فعليا استيلاء على أراضي المقدسيين وليس شراء لأراضي المقدسيين، ولو حاول الفلسطيني أنه يرجع يشتري أرضه ولو بملايين الدولارات إذا كان عنده ملايين الدولارات كمان ما بيقدر يحصلها. من الأمثلة كمان على ذلك هو قانون الأموال المتروكة
بيجي جسم قانوني من جزء من أذرع الدولة الإسرائيلية اللي اسمه القيم العام، بتطلع بحط عينه أو إيده على عقار معين، إذا كان في هذه اللحظة ما كانش مستخدم بشكل فعال أو إذا ادعى إنه ما كانش مستخدم بشكل فعال، وبيستخدمه بحجة إنه هذا مال متروك. وإحنا بنعرف إنه في عدة قضايا لناس اللي كانت أموالها تم إعلانها على إنها أموال متروكة، اللي برضو خسروها الفلسطينيين في المحاكم الإسرائيلية. فيمكن الرسالة الأهم اللي أنا بحب جميع المستمعين يعرفوها، إنه المقدسي يخسر أرضه بناء على القانون العنصري الإسرائيلي في المقام الأول، وما يقال عن التسريبات والبيع هو الأقل والأندر في القدس وفي فلسطين عامة. وصلت الفكرة دكتور منير نسيبة، أشكرك جزيلا أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس، وحفظ الله القدس والأقصى والمقدسيين من سوء الاحتلال. أستاذ فراس، أنا كنت قبل السؤال الأخير للأستاذ للدكتور منير، طبعا احنا لاحظنا هذه الكتل، هذه جزء من الكتل الاستيطانية والمستوطنات الموجودة في محيط القدس المحتلة، والغريب وهذا ما يعني يلفت الانتباه أن أعداد المستوطنات في الضفة أكبر بكثير من أعداد المستوطنات في القدس المحتلة، ولكن أعداد المستوطنين في القدس أكبر من أعداد المستوطنين بالضفة المحتلة. أولا إذا كان هناك أرقام تتكرم بها، والسؤال ماذا يعني لك ذلك كباحث مختص في هذا الشأن؟ طبعا الدلالة المباشرة لما تفضلت به أنه يعكس طبيعة الصراع في مدينة القدس، وأنه صراع مختلف قليلا عن باقي أراضي الضفة الغربية. الصراع في مدينة القدس بشكل أساسي، طبيعة هذا الصراع هو تفريغ الفلسطينيين وإخراج الفلسطينيين من مدينة القدس، هذا هو الهدف الأساسي للاحتلال في مدينة القدس. إذن هي معركة ديمغرافية في مدينة القدس، يهدف الاحتلال من خلالها إلى إخراج الفلسطيني خارج حدود بلدية القدس أو مدينة القدس، وإحلال المستوطن أو اليهودي محله. كيف توصلنا إلى هذه الدلالة من خلال الأرقام؟ بشكل سريع، عدد المستوطنين في مدينة في الضفة الغربية هو ما يقارب 150 أو 149 مستوطنة، بعضها طبعا موجود في الناحية الشرقية للضفة الغربية، يعني قريب من الغور، بعضها من الناحية الغربية، بعضها في المنتصف. نعم. خلينا نأخذ مثال واحد فقط لضيق الوقت. في الجزء الشرقي للضفة الغربية، أقصد فيها المنطقة الغور، هناك ما يقارب 28 مستوطنة إسرائيلية في هذه المنطقة. في ال 28 مستوطنة هناك فقط 8000 مستوطن يعيشوا في هذه المستوطنة. بينما مثلا إذا تحدثنا عن مدينة القدس تحديدا، نلاحظ أن عدد المستوطنات فيها من خمس، يعني تختلف الروايات من 22 ل 25. طبعا تختلف الروايات ليس لأنه هذه المستوطنة غير معروفة، لا، بكل بساطة لأنه هناك أحيانا مستوطنتين أو يعني يتم ضمهم مع بعض. إما تعد أو تضم. نعم. فلنفترض أنه 22 مستوطنة في مدينة القدس، بينما يسكن في هذه المستوطنات ما يقارب 400,000 مستوطن إسرائيلي. هذا يعطي دلالة واضحة على الجانبين، على الجانب أهمية القدس الديمغرافية، وكذلك أهمية باقي أراضي الضفة الغربية من الناحية الجغرافية. فمثلا من أدبيات، وكأنك تقول أن الحرب في القدس ليس جغرافية فقط وإنما ديمغرافية. نعم. ولكنها في الضفة الغربية حرب جغرافية، بشكل أساسي طبعا، يعني لا نستطيع أن نفصل بينهم، ولكن بشكل أساسي طبعا. على سبيل المثال، يعني من دلالات أنه في الغور فقط يوجد هناك 8000 مستوطن، طبعا لها دلالة استراتيجية دفاعية للاحتلال الإسرائيلي، لأنه كان يعتقد أنه إحنا نريد أن نركز، أن نزيد عدد المستوطنات في هذه المنطقة لأي هجوم مستقبلي على الضفة الغربية أو على دولة الاحتلال. طبعا يعني هذا ضمن منظومة عسكرية دفاعية يفكر فيها، منظومة أكبر. مثلا من الأرقام التي أعتقد مهمة أن نذكرها للمشاهد، على سبيل المثال 85% من المستوطنين الذين يعيشون في أراضي، عفوا، في مستوطنات الضفة الغربية تم ضمهم مع الجدار، بمعنى أنهم أصبحوا الآن جزء من أراضي من دولة الاحتلال، تمام؟ بينما فقط 50%، يعني 85% هؤلاء المستوطنين يعيشون في 50% من مستوطنات الضفة الغربية. فهذا يعطي دلالات أنه المعركة، نعم، في الضفة الغربية بشكل أساسي هي معركة جغرافية تهدف إلى
ضمان عدم وجود أي نوع من التواصل الجغرافي لمدن الضفة الغربية وطبيعة المعركة في القدس. ربما هذا ينقلنا إلى سؤال أوسع قليلا. نعم. وهو الواقع الجيوسياسي في الضفة الغربية. نعم. ونحن نعرف أن يعني القدس المحتلة جزء من الضفة الغربية. نعم. وبالتالي غير منفصلة عن عمليات الاستيطان التي جرت في الضفة والتي تحيط بمدينة القدس. نعم. ماذا عن هذا الواقع؟ في الحقيقة هناك محطات تاريخية مهمة من الممكن أن نبدأ منها، ولكن أعتقد من أهم المحطات مهمة في الحديث عن الواقع الجيوسياسي حول عن الضفة الغربية أنه ممكن نتحدث عن اتفاقية أوسلو ومآلات هذه الاتفاقية. طبعا كما يعلم المشاهد من طبعا أن خارطة نصوضح من خلالها. نعم. بعد قليل يعني من الممكن أن نعرضها الآن. نعم. ممكن هذه تفيدنا. تفضل. نعم. تفيدنا بالشرح. طبعا من في عام 1948 تم احتلال 78 من أراضي فلسطين، فبقي فقط 22% من أراضي فلسطين التاريخية غير محتلة، وتم احتلال هذه الأرض وهي الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 1948، وبقيت تحت سيطرة الاحتلال إلى 93 اتفاقية أوسلو. اتفاقية أوسلو جاءت الآن نحن نتحدث عن الضفة الغربية وقطاع غزة. إذا أردنا أن نركز قليلا على الضفة الغربية، قسمت يعني من منتجات اتفاقية أوسلو أنها قسمت الضفة الغربية إلى ثلاث أقسام، أو ما بات يطلق عليها مناطق ألف وباء وجيم. ما يهمنا في هذا الموضوع أنه مناطق جيم والتي هي تحت السيطرة الأمنية والإدارية التامة الإسرائيلية تمثل ما يقارب 60% من أراضي الضفة الغربية. أما 40% الباقية فهي أراضي ألف وباء. طبعا مناطق ألف يعني هي تحت الحكم الإداري للسلطة. نعم. ومناطق باء فقط حكم إداري بدون أمني. نعم. يعني هذا ممكن الآن إحنا نشوف الخريطة هذه الضفة. نعم. الغربية. فممكن نشوف الآن مناطق ألف ومناطق باء كما نشاهد الآن على الخارطة، ومناطق جيم يعني تقريبا هي 60% من أراضي الضفة الغربية تم السيطرة عليها من قبل الاحتلال. طبعا مناطق جيم ممكن يعني نقول إنه معظم المستوطنات أو يعني كلها يعني ترتكز في هذه المنطقة في منطقة جيم. نعم. وكذلك هناك العديد مثلا من المحميات الطبيعية، هناك المناطق إطلاق النار كما يطلق عليها الاحتلال الذي يسيطر عليها. في هذه المنطقة في منطقة جيم مثلا هناك 400,000 فلسطيني. نعم. يعيشون في هذه المنطقة، ولكن للأسف أن يعني يعانون الكثير، ويعني هذه فرصة أن إحنا نسلط الضوء على معاناتهم. والله أستاذ فراس اسمح لي أنا. نعم. بانظر إلى الخريطة والألوان توحي بشيء خطير جدا. يعني العقول التي رسمت هذه الخريطة فظيعة جدا. يعني نحن. نعم. قلنا مناطق ألف على سبيل المثال. نعم. مناطق ألف ذات اللون البني. نعم. اللون الغامق. نعم. هذه المناطق تحت الإدارة الفلسطينية الأمنية والإدارية. نعم. السلطة الفلسطينية. نعم. مناطق باء وهي باللون البرتقالي تحت الإدارة الأمنية الإسرائيلية. نعم. ولكنها إدارية تحت الإدارة. نعم. الفلسطينية. صحيح. أما مناطق جيم وهي طبعا اللون الأعم في كما نلاحظ فهي تحت الإدارة الأمنية والإدارية الإسرائيلية، وهناك فلسطينيون يعيشون بلا شك تحت. نعم. فهذا شيء عجيب. انظر كيف أن هذا اللون هو السائد وأن هناك بقع برتقالية كثيرة جدا. يعني طبعا هناك بعض المعلومات، إذا أضفنا الجدار الفاصل الذي من الناحية الغربية للضفة الغربية أخذ ما يقارب 730 كيلومتر مربع، أي يعني أنت ممكن تضيف أنه 13% أيضا من أراضي الضفة الغربية تم ضمها بسبب الجدار الفصل العنصري. إذا ضفنا إلى هذه الخارطة أيضا مشروع القدس الكبرى فهو يأخذ أيضا 10% من أراضي الضفة الغربية. نعم. أنا قمت هيك بعملية حسابية سريعة. جمعت مناطق ألف وباء وكم تمثل من أرض فلسطين التاريخية، وجدت أنها تمثل فقط 8.6% من أرض فلسطين التاريخية. طبعا هذا حسب اتفاقية أوسلو وكما يجب أن يكون يعني حسب الاتفاقية، ولكن الواقع الآن طبعا أسوأ بكثير. يعني هذا ليس الواقع. أنا أتكلم عن 94، الواقع الآن يعكس صورة أسوأ بمراحل من هذا الأمر. النتيجة أنت سألت يعني هو فعلا عبقري الذي قام بهذه برسم هذه الخارطة وهذه التقسيمة، ولكن الهدف الأساسي أعتقد أنه الذي أراد الاحتلال أن يضمنه من خلال هذه الخريطة هو شيء واحد، أنه عدم وجود أي تواصل جغرافي بين هذه المناطق، بحيث أنه
يمنع قيام دولة فلسطينية متماسكة حتى على حدود أستاذ فراس، اسمح لي سؤال أخير لضيق الوقت. الآن هذا كله ما تأثيره بالإضافة إلى الاستيطان المحيط بالقدس، ما تأثيره على المدينة المقدسة، وكيف يساهم فعليا بتهويدها والسيطرة المحكمة عليها جغرافيا والسيطرة على الإنسان وإفراغ المدينة من الإنسان المقدسي؟ نعم، يعني كما لاحظنا في الخريطة، سواء خريطة الضفة الغربية أو خريطة القدس، نلاحظ أن المستوطنات مبنية بشكل أنها تحيط مدينة القدس وتمنع حتى أي تواصل جغرافي في داخل مدينة القدس نفسها. هذا ماذا يعني؟ أنه الفلسطينيين سيواجهوا مشكلة حقيقية في النمو الديمغرافي في داخل المدينة. هذا يعني أنه بعد عدة سنوات سيواجه الفلسطيني وما وهو يواجه الآن العديد من التحديات في وجوده في مدينة القدس. الاحتلال هدفه الاستراتيجي من بناء المستوطنات ومن السياسات التي ذكرناها أيضا ضيفنا، السياسات القانونية والعديد من الأجراءات ضد أهلنا في المقدسيين التي تستهدف الإنسان، هدفها شيء استراتيجي بعيد، هو إخراج الفلسطينيين من مدينة القدس، بعضها بشكل قانوني بعضها من خلال الزحف الاستيطاني. نعم، يعني بعد إذنك إذا كان معنا وقت على سبيل المثال، لأنه الاحتلال وضع هذه الاستراتيجية في عام 1972. بالمناسبة، ما يميز عندما تقرأ تاريخ الاستيطان تحديدا تلاحظ شيء غريب جدا، أنه المشاريع الكبرى التي تنفذ الآن هي مشاريع مخطط لها من بعد عام 1967. بمعنى أن العقلية الاحتلال لا تفكر فقط بمنطق ردة الفعل بقدر ما تفكر بمنطق صناعة الفعل وصناعة المشاريع. في عام 1972 وجد الاحتلال الإسرائيلي أو أخذ قرار أنه لا يزيد عدد الفلسطينيين في مدينة القدس عن 22%، بحيث 78% إسرائيليين و 22% فلسطينيين. في عام 1993 قال لا، بدنا 20% فقط فلسطينيين. حتى عام 2011-2012 كان عدد الفلسطينيين 37% داخل حدود بلدية القدس. السؤال المهم هنا، بما أنه استراتيجية الاحتلال فشلت أنه بتقليل ممكن لا أستطيع أن أقول فشلت 100%، بس قبل أن نصل إلى هذه النتيجة، ما هي الإجراءات التي قام بها الاحتلال لتحقيق هذا الهدف؟ هذا السؤال المهم. كان هناك عدة إجراءات، من أهمها بناء جدار الفصل العنصري. بناء جدار الفصل العنصري عمل مسألتين مهمتين أعتقد أنه ساهم في قلب المعادلة الديمغرافية في مدينة القدس. أهمها أنه أخرج العديد من التجمعات والأحياء الفلسطينية اللي هي كانت يعني بعد حدود ضمن حدود بلدية القدس، أصبحت خارج. مجموع الفلسطينيين الذين باتوا خارج حدود بلدية القدس، هم كانوا أصلا داخل هذه الحدود، 150 ألف فلسطيني. هذه الاستراتيجية الأولى. الاستراتيجية الثانية أنه الجدار عمل على ضم ثلاث كتل استيطانية اللي أنا ذكرتهم، معلي أدوميم، غوش عتسيون، وقفعات زئيف، ضمها إلى مدينة القدس. هذا الضم ساهم أيضا في زيادة عدد الصهاينة بما يقارب 150. أنا قلت لك يعني قبل ما نأتي إلى هنا، أنه في الحوار قبل هذه الحلقة، أنه فعلا أنا تفاجأت، ما عمري جمعت الرقم، ولكن لما جمعت الرقم عدد المستوطنين في قفعات سيف والكتل الثلاثة وجدت أنه 150 ألف، يعني أخرج عدد واستبدل. هذه إحدى الخطوات التي يقوم بها ربما الاحتلال. ربما لا يكفي الخطوات التالية، وبالتالي اسمح لي أشكرك جزيلا أستاذ فراس القواسمي. طبعا معلومات كثيرة خطيرة يجب أن يعرفها المشاهد العربي، لكن في الحلقات القادمة إن شاء الله نعد المشاهد أن نطلعه على مزيد من التفاصيل والمعلومات. أشكر ضيفي الباحث في مركز رؤية للتنمية السياسية أستاذ فراس القواسمي، كما أشكر ضيفي من القدس الدكتور منير إنسيبة، وألتقيكم بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.
أهلا بكم. دعونا الآن نتعرف على الكاتبة المقدسية والمؤلفة الدكتورة سماح جبر، فإلى هناك. أهلا بكم. استمرت الهجرة الصهيونية إلى فلسطين المحتلة لعقود طويلة ما قبل الإعلان عن ما يسمى بدولة إسرائيل، وكان ذلك في عام 1948. قبل ذلك بكثير كان هناك الكثير من الرحلات إلى فلسطين والهجرة إلى فلسطين، وفي عام 48 أيضا كان هناك هجرة يهودية إلى فلسطين، التي هذه الهجرات اليهودية التي شكلت بالفعل البنية السكانية لهذه الدولة المارقة، الكيان الصهيوني المسخ. فلنتابع الهجرة الصهيونية إلى فلسطين عام 1948. توجت مؤتمرات الصهاينة بنكبة 48، ثم أعقب ذلك تنفيذ خطة ترمي إلى تجميع يهود العالم في أرض مغتصبة بمباركة إنجليزية. فكانت الهجرة اليهودية عام 1948. الهجرة اليهودية عام 1948. كان الشعور بالمهانة والمرارة هو الشعور السائد لدى أبناء فلسطين بل والعرب والمسلمين بعد حرب عام 1948، حيث وجد الشعب الفلسطيني نفسه مشتتا مقتلعا من أرضه للمرة الأولى. كان من النتائج المباشرة لحرب عام 1948 قيام العصابات اليهودية بتشريد حوالي 60% من الشعب الفلسطيني من أرضهم، حيث شرد بالقوة حوالي 800,000 فلسطيني إلى خارج الأراضي التي أقام فيها اليهود عليهم كيانهم. ودمر الصهاينة أغلب القرى الفلسطينية ليقيموا على أنقاضها القرى اليهودية، حتى قال موشي ديان: لم تكن هناك أي قرية يهودية لم يتم بناؤها فوق موقع لقرية عربية شرد أهلها. شهدت السنوات الأربع الأولى منذ عام 1948 وحتى عام 1952 سيرا جارفا من الهجرة اليهودية لم يسبق له مثيل في التاريخ الفلسطيني. وكان الاهتمام بزيادة عدد سكان اليهود في القدس الغربية وبتكثيفهم في أحيائها والمستوطنات الجديدة هو الهدف الذي رمت إليه الحكومة الإسرائيلية من وراء نقل المقرات الرسمية للدولة مثل الكنيسة والوزارات إلى المدينة، بعد التأكيد على قرار اعتبارها عاصمة البلاد
ومع موجات المهاجرين المتدفقة، ركزت الحكومة الإسرائيلية جهود مؤسسات الهجرة واستيعاب المهاجرين على تشجيع استقرار هؤلاء المهاجرين في المدينة المقدسة وتكثيف عمليات الإسكان فيها. مارست الحكومة الإسرائيلية التمييز العنصري ضد من بقي من أبناء العرب على أرض فلسطين، فلم توفر لهم الخدمات الكافية، وفرضت عليهم ضرائب بائضة لم تناسب دخلهم، فاضطروا إلى النزول إلى سوق العمل في المدن والمستوطنات اليهودية، حيث يعاونون الاضطهاد والاستغلال ويتقاضون أجوراً غير عادلة. لقد مزقت حرب عام 1948 النسيج الاجتماعي والاقتصادي للشعب الفلسطيني الذي وجد نفسه مشرداً في العراء بعد أن استقر في بلاده طوال 4500 سنة ماضية. صفحة من ذاكرة أمة عجنت بماء الصمود ومازج النضال دماءها، وما زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن قصة ومشوار بقائها. بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.